السلام عليكم. تفاحة تسقط على رأس عالم فيكتشف اكتشافا مذهلا يحدث ثورة في العالم كله، في عالم الاختراعات والاكتشافات. لو سألتكم من هو هذا العالم، بلا شك ستقولون إنه العالم العبقري نيوتن. لو سألتكم لماذا لا يسقط القمر على الأرض، بلا شك تقولون إن الإجابة عند نيوتن. لو سألتكم لماذا نرى لون الشجر، لون أوراق الشجر أخضر، بلا شك ستقولون إن نيوتن قد أجاب عن هذا السؤال. لو سألتكم ما هي ألوان قوس قزح، ستقولون إن أول من اكتشف ألوان قوس قزح هو العالم نيوتن. لو سألتكم من هو العالم الذي وضع لأول مرة فتحة في أسفل الأبواب لخروج القطط، ستقولون إنه العالم العبقري نيوتن. هذا الكتاب متوفر في المكتبات، صدر بدعم من وزارة الثقافة عندنا في الجزائر، يحتوي على الموضوعات الآتية: نيوتن والتفاحة، كيف توصل نيوتن لقانون الجاذبية، اكتشافات مثيرة لنيوتن في علم الضوء والبصريات والفلك، الطاعون يهاجم جامعة نيوتن، حريق لندن يقضي على المدينة، أسرار نيوتن الخاصة وعزوفه عن الزواج. عزوف نيوتن عن الزواج، لدينا قصة في هذا الموضوع سنحكيها من بعد. وأخيرا تحليل نتائج تحليل خصلة شعر نيوتن، كيف مات العبقري. هذه الإجابات وغيرها تجدونها في هذا الكتاب. هذا العالم العبقري إسحاق نيوتن جلس يوما بجوار إحدى السيدات في مأدبة غداء أو عشاء أقيمت تكريما لنيوتن، وفجأة التفتت إليه السيدة وسألته: قل لي يا مستر نيوتن، كيف استطعت أن تصل إلى هذا الاكتشاف، أي سقوط أي الجاذبية، قانون الجاذبية؟ قال العالم الكبير نيوتن في هدوء: المسألة في غاية البساطة، لقد كنت أقضي جانبا من وقتي كل يوم أفكر في هذه الظاهرة الغريبة التي تدفع الأشياء إلى السقوط على الأرض. إن التفكير وحده يا سيدتي هو الذي هداني في النهاية إلى هذا الاكتشاف، أي اكتشاف قانون الجاذبية. قالت السيدة: ولكنني أقضي ساعات وساعات طويلة من يومي أفكر وأفكر، وبالرغم من ذلك لم أستطع أن أكتشف شيئا. قال نيوتن يسأله: فيما كنت تفكرين يا سيدتي؟ قالت: في زوجي الذي هجرني وانفصل عني بالطلاق. سألها نيوتن: سيدتي، هل كنت تفكرين في زوجك قبل الطلاق أم بعده؟ قالت السيدة: بعد طلاقنا طبعا. هنا نظر إليها العالم الكبير نيوتن وقال:
لو أن تفكيرك في زوجك يا سيدتي كان قبل الطلاق، لاستطعت أن تكتشفي أنت قانونا للجاذبية من نوع آخر. هذا درس نرجو أن يفيد جميع السيدات. وهذه التفاحة، تفاحة نيوتن، هدية لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.